انضم إلينا على الهواء مباشرة. خالد، ماذا في أجندة هذه الزيارة بشكل أكثر تفصيلا أو على مستوى تركيز الإعلام الفرنسي على هذه النقطة أو على أي من هذه الملامح؟ نعم أحمد، بعد التحية ووسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، أحمد، أعيش في هذه المدينة منذ أكثر من ربع قرن، لم أشهد مثل هذه الإجراءات الأمنية التي تشهدها المدينة هذا اليوم. أكثر من 5000 جندي ودركي يحاولون السيطرة على الأمن هنا، وأنا أحدثك ومن خلفي هنا كنيسة نوتردام دي لا جارد، وهي كنيسة العذراء الأم التي يتجه إليها لا طالما مشجعي فريق أولمبيك مارسيليا لجلب الحظ لفريقهم، وهي أحد أهم المعالم السياحية في هذه المدينة. لا تستطيع زيارة هذه المدينة إلا وأن تصل إلى نوتردام دي لا جارد، وهذه المدينة التي تطل على المرفأ القديم في أعلى منطقة في المدينة. حرص بابا الفاتيكان فرانسيس زيارة المدينة لما لها من أهمية كبيرة، وهي معلم من معالم المدينة الثانية بفرنسا، وهي مدينة متعددة الثقافات يعيش فيها جميع الديانات وجميع الأطياف. وتعلم أحمد جيدا أن البابا يريد من خلال هذه الزيارة إرسال رسالة إلى الدولة الفرنسية، ألا وهي أنه يحضر إلى المدينة ولا يحضر طيب إلى فرنسا. خالد، نعم، حيث أن فرنسا فقط سنشير إلى هذه اللقطات بعد إذنك خالد لوصول أو نزول بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الذي يأتي متقدما عبر كرسي متحرك، ربما مراعاة للظرف الصحي الذي يمر به في هذه الأثناء، وبالتالي ستبدأ هذه الزيارة وبصورة عملية الآن بعدما وصل بابا الفاتيكان مباشرة إلى المطار منتظرا أن يبدأ برنامجا، وكما جرت العادة في الزيارات التي يقوم بها البابا فرانسيس مباشرة تبدأ فعاليات هذه الزيارة بصورة تلقائية بمجرد وصوله. تفضل خالد. أحمد، كما أشرت هذه المدينة هي مدينة متعددة الثقافات والديانات، وبابا الفاتيكان يحرص على المهاجرين ويريد إرسال رسالة خاصة إلى الدولة الفرنسية لاتباعها نهجا يعني صعبا في قضية الهجرة والمهاجرين. ولهذا يعني هو أكد على أن هذه الزيارة هي زيارة للمدينة وليست زيارة لفرنسا. هذه المدينة لم يزورها بابا الفاتيكان حسب طبعا يعني بابا مدينة نوتردام، عفوا كنيسة نوتردام دي لا جارد، الذي أكد على أن لم يكن هناك أي زيارة للبابا منذ عام 1355. إنها لحظة من لحظات السعادة. من المنتظر أن ينتقل من مطار مارينيان المتواجد فيه حاليا بعد أن استقبلته رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ويأتي إلى هنا إما عبر السيارات، ويأتي من خلفي سنكون بكاميرا القاهرة الإخبارية لرصد لحظة وصوله إلى الكاتدرائية، أو عن طريق الطائرة المروحية أو الهليكوبتر، وذلك في محاولة لكسب الوقت، حيث أنه كما بدأ الزيارة متأخرا لأسباب لوجستية يبدو الأمر. إذن اليوم سيقوم بالصلاة في نوتردام دي لا جارد أو كنيسة الأم الحنونة حسب ما هي معروفة لابيل مير، هذه الكنيسة مع الأبارشة في الكنيسة، ثم يلتقل بجوارها إلى رمز من رموز ضحايا البحر الأبيض المتوسط، سواء من بحارة أو حتى من مهاجرين سواء شرعيين أو غير شرعيين. القضية الإنسانية هي هامة جدا بالنسبة للبابا فرانسيس. اليوم هذا هو البرنامج الخاص بالبابا فرانسيس، أما يوم الغد صباحا فاجتماع مع الأساقفة في تمام 8:45، في تمام 10 سيكون هناك تجمع فيما يسمى ميد 2023، ميد يعني ميديتراني، يعني منتدى البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنه هذه المدينة، وسيشارك وهو يحاول من خلاله معالجة مشاكل كثيرة من بينها الفقر وأيضا التغيرات المناخية وأزمة المهاجرين أحمد، ثم يلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
لمدة ربع ساعة تقريبا وزوجته، وبعدها مباشرة ينتقل إلى أفيني دو برادو وهو قريب جدا من استاد فيليدروم، ثم يلتقي على سيارة، طبعا على سيارة مكشوفة لتحية الحاضرين، ثم يلتقي إلى الصلاة في نفس هذا الموعد في استاد فيليدروم الذي يجمع حوالي 40 مصلي في، وسنكون بالطبع متواجدين بينهم بكاميرا القاهرة نعم. الإخبارية، ثم بعدها مباشرة سيغادر إلى مطار مارينيان بمارسيليا، في هذه المرة يودعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته أحمد. شكرا جزيلا لك خالد، شكرا.